أهلا بحضرتك في الجزء الثالث من اليوم الثاني. الجزء ده إجابة بقى لسؤال اللي هو إزاي أجيب صور جاهزة إذا أنا ما بعرفش أرسم. طبعا الأحسن طبعا في الألعاب إن أنت يبقى عندك في التيم بتاعك ناس بترسم كويس عشان تصمم الشخصيات اللي أنت عايزها، بالذات في التو دي. يعني ده بيبقى افضل طبعا، ولكن الناس المبرمجين اللي عايزين يبداوا يتمرنوا او انهم عايزين يعملوا العاب ليها اشكال موجوده مرسومه جاهزه، فبيبقى كل تركيزهم في البرمجه، فيعني بيبقى عندهم بدائل في الحالات دي. خلينا نقول اللي هو في الملف بتاعنا لما ننزل تحت كده هنلاقي فيه عنوان اسمه Free Sites for Assets. من جواه في 3 مواقع يعني ظريفة جدا ممكن الناس تبدأ بيها، فريبك وفيكتيزي وكرافت بيكس. طبعا الـ3 مواقع دول في غيرهم كمان للتعامل مع الصور، كويس؟ فهنستعرض كده بس المواقع دي يا جماعة شغالة ازاي، وعشان اذا انت عايز ان انت تتعامل معاها كويس. فبيقول لحضرتك اعمل لوجن بالاكونت اللي انت مسجل بيه هنا. مثلا نتكلم على فريبك. اول واحد فريبك هو فيه صور مجانيه وفيه صور مش مجانيه، وانت بتعمل سيرش اختار فري. تاني حاجه بيقول لك انت عايز هل صور فيكتور ولا صور عاديه ولا صور فوتوشوب ولا ايقونات. يعني ده يفكرنا بقى ان فيه انواع من الصور اللي هي فيكتور جرافيكس، اللي هي بتبقى بوصف الشكل بتاعي الصوره بتاعتي بشكل اقدر اعمل بيه تكبير وتصغير لاي درجه انا عايزها من غير ما الصوره تبكسل. وفي شكل تاني اللي هو الفيكتور جرافيكس او اسف الراستر جرافيكس، اللي هو الصور اللي فيها بيكسلز بس مش متجهات. الصور اللي فيها بيكسلز محدده دي بتبقى يعني ليها حدود في عمليه التكبير بتاعها اكتر من الحدود دي. اذا انت عديت الحدود دي فالصوره بتبكسل معاك. طيب دي معلومه على الجنب. طيب معلومه تانية، انت عايز تدور على صوره نوعها ايه؟ يعني عايز تدور مثلا على صوره بتتكلم عن مثلا كاتس، كويس؟ فانت ظابط الفلتر هنا ان انت عايز فري، فيطلع لك الصور اللي فيها كاتس وانت بتختار الصوره الانسب ليك. خلي بالك احيانا بيطلع فيه برضو حاجات دعايه تبقى طالعه كده الجنب مواقع تانية في لسته النتائج دي، تمام؟ هتلاحظوا حتى ان الصوره اللي احنا طلعناها هنا دي كانت دي اللي احنا كنا مستخدمينها في الشرح من شويه. خلينا مثلا ناخد صوره زي كده، انا عايز اعمل لها داونلود. هنا بيقول لك انت بتختار ان هي صوره مجانيه فمش هيبقى ليها سعر ولا حاجه. بيقول لك ان هي موجوده بكذا امتداد، فانا لما اجي اعمل لها داونلود، كويس، هقول انا عايز اشتغل في فري داونلود، وهينزل لك الفولدر بتاعها، تمام؟ تعالوا مثلا نختار المكان ده ونشوف الصوره لما تنزل هيبقى جواها ايه. تبقى ملف مضغوط هنفكه مع بعض. هنا هتلاحظ ان هو حاطط لك كذا ملف، موقع فريبك ده بيحط لك كذا ملف، ملف منهم اللي هو الصوره الجي بي جي دي الصوره العاديه، في ملف فيكتور جرافيك حسب بقى انت شغال ادوب الستريتور ولا شغال انكسكيب ولا شغال برامج تانيه. فدي صوره بتبقى قابلة إن أنت تعدل عليها وتطلع منها تاني الصورة جي بي جي، مفيش مشكلة. فدي بتبقى مفيدة أوي إذا أنت هتعرف تتعامل مع الفيكتور جرافيك. طيب ده الموقع الأولاني. الموقع التاني اللي هو فيكتيزي، برضو السيرش بتاعه إن أنت بتحدد أنت عايز تعمل إيه، هل أنت عايز حاجات فري ولا لأ. مثلا بدور على كلمة وركر فيطلع لي اشكال وركرز كتير، بتختار الشكل الانسب ليك، تمام. بيقول لك تعمل لوجن، ماشي، هقول له تمام انا عملت لوجن بايميل معين.
يقول لك طبعا في الاول بيسالك شويه اسئله انت يعني مستخدمها ليه وكده، فحاليا انا مش هجاوب على الاسئله دلوقتي، احنا بنشرح بس حاجه معينه. اقول له فري، فبيقول له يقول لك هات الداونلود الفري، وهنا بس بيحدد لك عدد معين من الداونلودز في اليوم، فبتبقى انت مقيد بيها شويه. الموقعين دول بيقول لك وانت بتنزل اي حاجه يفضل ان انت تحط حاجه اسمها كريدت، ان انت تشكر صاحب الصوره الاصليه اللي هو عملها. طب الكريدت ده هلاقي بياناته فين؟ المفترض لما انت نزلت الملف وفكيته كده هتلاقي اللايسنس فيها بيانات عن الشخص ده، ممكن تبقى ملف PDF، ممكن تبقى ملف تكست زي كده مثلا. فهو بيقول لك ان انت يعني اذكر بيانات الراجل اللي عامل ده والموقع بتاعه، والراجل ده اسمه ماكرو فيكتور، ده الشركة اللي عاملة الصورة دي من على موقع فريبك. ده يعني ناس بتبقى شغلتهم يا جماعة ان هم يعملوا صور ويبيعوها او يعرضوها بشكل مجاني علشان الناس تعرفهم بعد كده وتاخد شغلهم. نفس الفكرة في الموقع كرافت بيكس، برضو عليه حاجات كويسة لما تختار فري بايز، ده بيدخلك على الحاجات الفري وبيصنفها لك. انت عايز حاجات خلفيات ولا عايز حاجات تحطها في المشهد بتاعك، ترابيزات وكراسي وحاجات زي كده، ولا عايز مثلا خلينا يعني نختار اوبجكت كده عشان نشوفها، في شجر، في سيوف، في حاجات زي كده، ولا عايز شخصيات معينه. ده هيعرض لك اشكال شخصيات كويس، ممكن تختار شكل منهم تخش فيه وتختار فري داونلود. تمام، مثلا الشخصية دي هو مقطعها لك، يعني انت لما تيجي تنزلها كده هتلاقيها ان هي في منها اشكال الصورة الشخصية على بعضها واحدة واحدة، في منها اشكال لأ الشخصية متقسمة اجزاء وانت بتختار الجزء اللي يناسبك حتة بحتة. تمام، دي طريقة ودي طريقة في التعامل مع الصور. يعني هنا بيقول لي ان كان عندك عداد كده، يعني عشان انت شغال بالداونلود المجاني ف بيعمل لك عداد عشان تشوف الاعلانات الموجودة على الموقع. يعني بيقعد فترة لما ينزل الصورة، هنعمل باك كده عشان نشوف بقية الاختيارات اللي عندنا. في عندنا التايل سيتس، ودي تفتكر بيها بقى كلمة التايل ماب اللي احنا كنا اتكلمنا عنها من شوية. في حاجات بقى مية، في حاجات صحراء، في حاجات زرع، حاجات زي كده. تمام، وفي حاجات 3D برضو، الناس المهتمة بال 3D ممكن هي تتعامل معاها من هنا. تمام، طيب احنا دلوقتي الكرافت بيكس خلص الداونلود بتاعه، هتلاحظ بقى ان هو مديلك الداونلود على كذا امتداد، حاجات منها بي ان جي صور عادية، وحاجات منها ادوب الستريتور، وحاجات امتدادات تانية. اذا انت دخلت جوه البي ان جي هتلاقي انه عامل لك كذا شكل. إذا احنا ضفناهم في يونيتي، ده كان مشروع اسمه ايه، ده البايرت، ممكن نضيفه عندنا عشان نشوفه أحسن. أنا هاخد البي ان جي بتاع البايرت ده كوبي وأقول له ضيفه في المشهد بتاعنا. وهسميه بايرت بينجي. في اليونيتي هروح له هيعمل فحص للملفات الموجودة في الفولدر الجديد اللي انت ضفته. تمام، احيانا اذا الصور كتيرة بياخد وقت شوية، فيعني انت بتصبر عليه مفيش مشكلة. تمام، طبعا بيقلل الوقت ده ان انت تحط الصور اللي تهمك بس، ما تحطش كل الصور عماله على بطال، لا بتحط يعني الحاجات اللي انت متاكد ان انت هتستخدمها عشان ما تكبرش حجم المشروع بتاعك. تمام، هننتظره لحد ما يخلص عندنا.
الرسائل دي كلها بيقول لك اسامي الملفات اللي هو بيشتغل عليها، ان هي ملف اسمه كذا موجود في فولدر كذا موجود في البايرت بي ان جي، وبيقول لك امتداده، بيقول لك خلص كام في المية من كل ملف، وقاعد قد ايه في المشروع او في عملية الامبورت كلها من اول ما بدأت. تمام. هنا خلص عملية الامبورت، هنفتح بقى البايرت بي ان جي. طيب هتلاقي ان انت الصور الكتير دي كلها شبه بعضها، تمام، لكن هي معمولة ليه؟ لان انت ممكن تحركهم ورا بعض بسرعة جدا، ودي هنشوفها في حتى لما نيجي نتكلم على الانيميشن ان شاء الله. بس كبريفيو كده سريع، خليني اجرب معاك كده ان انا اختار كل صورة بسرعة وأقلبهم مع بعض. فلاحظ كده على الجنب هنا الشكل لما الصور بتتقلب بسرعة، إن هو كأنه بيتحرك. فاللي عامل الصور دي عاملها بشكل إن أنت تقدر تعرضهم بسرعة، فيبان إن هما شخصيات كتيرة ورا بعضها. نفس الصور دي متقسمة فولدر تاني، اللي هو مثلا تعالوا ناخد ده ونقول كرييت فولدر نسميه سبليت، ونحط جواه الصورة بتاعتنا. طيب سبليت ده دلوقتي هتلاحظ ان هو حاطط الجزء من الشخصية، كل جزء من الشخصية في صورة لوحده. فالمفروض انت لما تيجي تعمل مشهد، بسيف المشهد القديم، لما تيجي تعمل مشهد جديد وعايز تستخدم فيه الشخصية دي، ممكن تحط البادي مثلا، ممكن تحط الهيد فوقيه، كويس. في عندك الليفت ارم، الرايت ارم كده، في رايت ليج، في الليفت ليج. طبعا احنا بنعمل بشكل كروكي دلوقتي يعني يوضح الفكره بس. يعني ده يديلك امكانيه برضو ان انت تعمل تحرك الشخصيه زي ما انت عايز كده، تمام. طب انت هتقول لي الله، طب الدراع المفروض ما بيتحركش كده، لما بيجي يلف بيلف حوالين النقطه معينه في اوله. فده في ايدك ان انت تتحكم فيها من السبرايت اديتور. خلينا نقول له هات لي الصوره دي كده اللي هي الليفت ارم، واقول له في السبرايت اديتور بدل ما تلف الصوره دي حوالين مركزها، لا، هتلاقي في عندك دايره زرقاء كده اسمها بيفوت، انقلها للمكان بتاع المفصل، تمام، وقول له ابلاي. ظبط بقى مكان الصوره دلوقتي كده، ونجرب نعمل روتيشن. معذرة أنا آسف. الليفت أرم تاني. تمام، ده البيفوت بتاعنا. الليفت أرم هنا. نجرب مثلا نعمل روتيشن وليكن بالشكل ده. هتلاحظ ان احنا عملنا روتيشن حوالين الزد كده من خلال الارقام، ظبطت اكتر. فتقدر ان انت تعمل لها تحريك اذا انت مش مخزن حركات قبل كده. دي يمكن هنتكلم عنها اكتر ان شاء الله في جزء الانيميشن، لكن حبينا بس ان احنا نقول ليه بعض الاسيتس بتديني صوره شخصيه كامله او متجزأه على صور فرعيه، تمام. فدي كانت مقدمة بسيطة برضو لموضوع التعامل مع المواقع الجاهزة للصور. نتمنى انها تكون مفيدة لحضراتكم ان شاء الله. شكرا لحضراتكم.